نشوف البيان او الخطاب اللي وجهته رابطة الأندية لنادي الزمالك. طبعا الخطاب زي ما حضراتكم شايفينه طبعا مع الدباجة والتحية والتقدير والاحترام والى اخره. القرار ده او الخطاب ده بيقول انه في قرارات اتبنت على قرار نادي الزمالك بالانسحاب من خوض مباريات النادي الاهلي في بطولة الدوري، وترتب على ده طبعا انه احتساب، وده تم ابلاغ النادي الاهلي بيه رسميا، تم احتساب نتيجة المباراة لصالح النادي الاهلي بنتيجة 2-0، وبالتالي الاهلي خد اسهل 3 نقاط في مشوار البطولة السنة دي. نمرة 2 هيتم خصم 3 نقاط اضافية من نادي الزمالك من حساب نقاطه، وبالتالي هيعاد ترتيبه في جدول الترتيب، بالاضافة طبعا لقصة الغرامة والعقوبات. طبعا انا مش عارف يعني، طبعا هي مش محددة، يبدو انها مش محددة حسب اللائحة، لانه لو كانت محددة كان هيتم الاعلان عنها، لكن هي اتكتبت او الصياغة بتاعتها قالت حسب ما ترتئيه او حسب ما تراه رابطة الأندية. طبعا هنا انت بتتكلم عن عقوبات مادية، واكيد بالتبعية هيكون فيه عقوبات ممكن إدارية، ما أنا معرفش لأن الخطاب ما وضحش الجزئية دي، لكن واضح إنه في غرامة وفي عقوبة، لكن إيه تفاصيلها أنا معرفش. وبالتأكيد في ناس تضررت كتير جدا، سيبك من الصورة، سيبك من إنه مباراة مهمة في بطولة الدوري المصري، أنا بتكلم على البطولة نفسها، البطولة كبطولة تضررت بشكل كبير جدا من انسحاب الزمالك. طبعا تضررت، وورا ده هل تخلف يعني تخلف عن ده او نتج عن ده خسائر؟ طبعا ممكن يكون نتج خسائر لاطراف كتيره جدا، منهم رعاه بطوله الدوري، منها القنوات الناقله بس التلفزيوني، منها حاجات كتيره جدا. لكن هتسالني هو ده القصه وهي هو ده الموضوع اللي انت هتتكلم فيه؟ لا على الاطلاق. قتل بحثا قتل بحثا. هل دي المشكله حقيقي؟ يعني هل دي الازمه الحقيقيه اللي بتواجهها البطوله؟ هو السؤال الاهم الحقيقه. المفروض ان احنا لو حابين يعني نعالج مشاكل او نصلح اخطاء، هنبص شويه لملف التحكيم، ولا هنبص شويه على ملف الفار، ولا هنبص شويه على ملف الملاعب والحضور الجماهيري، ولا هنبص على النقل التلفزيوني، هنبص على ايه ولا ايه؟ هو السؤال هنا حقيقي لازم ان احنا نطرحه. هو ايه الغرض من المسابقات المحليه؟ يعني ليه مصر بتنظم مسابقات محليه زي بطوله الدوري وزي بطوله الكاس وزي بطوله الرابطه، كاس الرابطه، وزي بطوله السوبر او كاس النخبه بمسماها الجديد يعني. ليه؟ ايه الهدف من ده؟ هل الفكره بس انه في نهايه كل مشوار بطوله يبقى في بطل؟ هل هو ده الهدف الاساسي يعني؟ فكره انه الحاله التنافسيه او حاله الصراع دي في النهايه ينتج عن المسابقه دي بطل؟ ولا وراها اسباب ثانيه واهداف ثانيه لابد من تحقيقها؟ منها على سبيل المثال انك انت بما انك ما عندكش قدر كبير من المحترفين، فعلى الاقل المسابقات المحليه تكون وسيله انها توصلك لمنتخبات قويه على مستوى الاعمار المختلفه، منتخب اول، اولمبي، شباب والى اخره. ده واحد من الاهداف. نمره 2 على المستوى التسويقي انك يبقى عندك بطوله قويه مطلوبه تقدر تستخدمها في جذب معلنين، جذب رعاه، تطور بقى من خلالها بعد كده بقى بنيه تحتيه، ملاعب، انديه تدعم انديه، مراكز شباب، بلا 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 بلا، يعني يبقى في مردود مادي تقدر تصرف منه. النهارده بنشوف المسابقات الاوروبيه مليارات الدولارات. هي المليارات دي بتتصرف ليه؟ هي بتتصرف عشان هي بتجيب مليارات المليارات، عشان بتطور مستويات، عشان بتطلع احسن محترفين. احنا من يومين في السادسه مع حضراتكم استعرضنا عدد اللاعبين اللي بيشاركوا في بطوله اليورو، مش احنا متفقين انه بين قوسين كده بطوله اليورو دي تاني اهم واقوى بطوله على مستوى المنتخبات بعد بطوله كاس العالم؟ وقلت لكم انه لو البرازيل والارجنتين فيها احنا عندنا كاس عالم مصغر. طيب قلت لكم من يومين او اللي بيتابع السادسه شاف من يومين احصائيه بتقول انه اللاعبين اللي من خارج اوروبا او بيلعبوا في دوريات بره اوروبا وبيشاركوا في اليورو دي منهم مثلا 14 لعيب جاي من السعوديه، منهم لعيبه جايه من الامارات 2 اعتقد، منهم لعيبه جايه من قطر، لاعب جاي من ايران، لاعب جاي من كوريا الجنوبيه. يعني اقصد اقول انه مستوى المحترفين اللي بيلعبوا في دوريات جنب مننا بيشاركوا اوريدي في بطوله اليورو. هل ده مثلا تقدر تترجمه على مستوى المحترفين اللي بيلعبوا عندنا في الدوري المصري؟ هو ايه الغرض من فكره المحترف اساسا؟ يعني فكره انك انت تجيب محترف بتدفع له بالعمله الصعبه وبتقضي على فرصه لمكان او لموهبه مصريه انها تكون موجوده في الملعب، بالتاكيد هو فلته. يعني اللي يخليك تدفع له بالعمله الصعبه واللي تخليك تدور على بديل ليه في السوق المصري فما تلاقيش فتروح تجيبه هو شخصيا من بره، ده معناه ان هو انت بتحقق منه استفاده.
كنادي كبطولة يعني كلنا مع بعض. أنا مش بتكلم مع طرف ضد طرف، أنا بكلم الناس كلها، بكلم المنظومة كلها. أنت عندك في الدوري المصري 111 محترف بيقبضوا كلهم بالدولار في كل الأندية، طبعا مش بتكلم على الأندية، في كل الأندية، كل الأندية عندها محترفين. ال 111 محترف دول 20 منهم بس تم استدعائهم للأجندة الدولية. هل المحترفين وهل انفاق الانديه على نشاط الكوره في مصر ليه مردود؟ يعني الانديه اللي بتصرف ملايين، حتى اللاعبين المصريين يعني بصرف، مش بس بتكلم على المحترفين، انديه بتصرف ملايين على شراء لاعبين وعلى تجديد عقود وعلى اجهزه فنيه وعلى معسكرات وعلى رحلات سفر، هل بيبقى فيه مردود مادي؟ بتكسب مثلا يعني ميزانيتها في اخر السنه بالبلس ولا بالماينس؟ ايجابي ولا سلبي؟ كسبانه ولا خسرانه؟ طب لو مش فلوس، طب لو مستوى فني، حققت القاب، حققت بطولات، كسبت من ورا مشاركتها في بطولات دوري ابطال او كونفدراليه اي مبالغ ماليه، او بطوله عربيه اي مبالغ ماليه، حاجات كتير جدا 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 الحقيقه احنا محتاجين نبص لها بشكل مختلف، محتاجين نطلع من الحاجات الضيقه قوي وتفاهات الامور، انا اسف يعني، اللي احنا بنروح ليها او بننساق ليها او معرفش حد متعمد ان هو يشدنا ليها عشان يغطي او يعلق على فشل او على خساره او على يعني مش عارف اقول ايه، او فكره مغازله الجماهير مش قادر منطق الامور الحقيقه. لكن في اوقات كتير جدا بحس الاهلي قدم بيانات قبل كده وطالب الحقيقه من ومطالب مشروعه جدا من اتحاد الكره مثلا يعني، وعلى فكره مش بتكلم بس على فكره المشروعيه، بتكلم على فداحه الجرم او فداحه الحدث. يعني هنا الزمالك مثلا انا باخد الزمالك والله على سبيل المثال بما ان هو اقرب حاجه لينا، يعني كان بيتكلم على التحكيم وبيتكلم على المؤجلات وهو الى اخره. طب الاهلي لما تقدم ببيان قبل كده وطالب فيه اتحاد الكوره، سيبك من كل المطالبات، لكن لما اتكلم فيه على فكره اخفاء الخطاب بتاع نهائي الدوري ابطال افريقيا، بتتكلم على جرم كبير، بتتكلم على بطولة كبيرة كان الأهلي الأقدر والأقرب ليها لو تمت الأمور في الوقت ده في ظروفها الطبيعية. والمشكلة إن المؤامرة كانت من الداخل، يعني أنا فاكر في التوقيت ده كان كل الهجوم على الاتحاد الأفريقي، وكان في اتهامات بإنه في تسهيل لمهمة الوداد الأشقاء في المغرب في إن هم يحصلوا على دوري الأبطال بإقامة المباراة من جولة واحدة والإعلان عنها قبل الدور قبل النهائي بعد ما ضمن الأهلي والوداد الوصول بالفعل للأدوار النهائية. ثم تكتشف بعد كده أنه لا، ده في خطاب أرسل لاتحاد الكرة المصري عشان تنظيم النهائي، والخطاب ده تم إخفائه لما الأهلي بعت بيان. وهنا يبين لك برضو عزيزي الأهلاوي، هنا بكلم بقى الأهلاوي، كيف تتعامل الأندية الكبيرة مع المواقف اللي لابد انك تحط فيها اعتبارات كتير جدا جدا وتفكر كتير جدا جدا قبل ما تاخد اي قرار، عشان انت في النهايه تتحمل مسؤوليته بصفتك واحد من اكبر الانديه المصريه والانديه الافريقيه. ليه الاهلي ما ربطش المطالبات بتاعته دي باشياء اخرى؟ في فوارق كبيره جدا. على كل الاحوال عندنا كلام كتير هنتكلمه النهارده، ومعانا نجم كبير، معانا النهارده العالمي كابتن شريف عبد المنعم، شرفنا في سادسها. هنطرح معاه اسئله كتيره جدا جدا يمكن تلفت انتباه الناس اللي ممكن تكون مهتمه باصلاح الحال، لانه اعتقد ان دوام الحال اللي احنا عليه ده من المحال، اعتقد يعني احنا داخلين الحقيقه في مرحله صعبه جدا جدا جدا. تعالوا نتابع مع